السلام عليكم. انا دلوقتي هتجنن. انا قناه مكملين واحد بيحترمها لانها قناه الثوره وقناه اللي املنا في النية ان احنا نعمل حاجه بنعملها خلال قناه مكملين، لكن يعني مش معقول. يعني كفايه بقى ما تستضيفوش الناس اللي عفن عليها الزمن دي. ما اعرفش واحد مستضيفين اسمه نبيل ولا مش عارف الشيخ مش عارف ايه عايش في الدور، ها لسه بنتكلم في الحدود ومش الحدود. يا راجل يا راجل يا راجل، حدود ربنا طبعا على عيننا وعلى راسنا، لكن التأليفات اللي انتوا ألفتوها خلال الزمن رايحين جايين هتأكدوها علينا. حدود ايه يا ابني اللي انت بتقولها دي يا ابني؟ هو مفيش غير حدود محدودة جدا في القرآن معروف. الراجل جاي بيتكلم بيقول لك حدود الله، ماشي، ايه حدود الإسلام يا عم؟ قال لك حد الزنا، جميل، حد القصاص واللي هو معناه القتل، حد السرقة كلنا معاه، حد الحرابة، ماشي، حد القذف، خلاص قذف المحصنات وكده، كل ده احنا معاه. وبعدين في وسطهم بقى مدخل له حدود ايه اللي ملهاش اي سند خالص، ها، حد الشرب، في حاجة اسمها في القرآن حد الشرب؟ حد الشرب ده حد اللي عمله سيدنا عمر بن الخطاب ومن حقه، ما اعرفش طبعا ده كلام صحيح ولا لا، بس ده اللي يقال ان هو اللي عمله عمر بن الخطاب، بس اللي اعرفه ان ده مش حد من حدود الاسلام. عمر بن الخطاب عمله قانون وضعي ان هو اللي عايز اللي هيشرب يعمل فيه كذا، ده من حق اي دوله ممكن تعمل كده، ما تشربش ده من اشرب ده تعمل ده، ما تصطادش هنا اصطاد هنا وات ايفر، لكن ده مش حد من حدود الاسلام. خلاص يعني طبعا ما حدش يشرب، يعني مش بنقول كده عشان الناس تشرب خمره، بنقول ان هو ان ان ان, إن شرب الخمرة عقابه في الآخرة مش في الدنيا بالنسبة للحدود الإسلام. وبعدين الراجل طبعا إيه عشان يألف علينا، ها، بيقول لك إن قال إيه حد ال اللي هو ما قالش حد إيه في الأول، ما قالش حد الردة، إن عارف طبعا حد الردة ده هاكس، وفي الآخر وبعد هو بيتكلم في نص الكلام قال لك حد الردة عشان إيه يثبتها عليه. طبعا حد الردة مش موجود في القرآن، معروف جدا ان حد الردة ما فيش حاجة اسمها حد الردة في الإسلام. حد الردة مؤلفات، ها، جت بعد القرآن ما نزل وبعد ما الإسلام ثبت وكل حاجة والناس بدأت تألف على الرسول، ماشي، ما فيش حاجة اسمها حد الردة، معروفة في 100 مثال، الموضوع كامل عملت عليه فيديو قبل كده اللي هو حد الردة ده عبارة عن حد ربنا ذكر في حوالي أكتر من 13 آية في القرآن إن هو من يؤمن ويرتد. ما معناه يعني إن من يؤمن ويرتد ملوش عقاب، مش ملوش، من يؤمن ويرتد فله العذاب، عذاب النار خالدا فيها، وجميع أوصاف العذاب اللي بتحصل في الآخرة ما فيش ولا واحدة منها قال إن أنت تعمل فيه إيه في الدنيا. خلاص ده طبعا مش اعتباطا، يعني استغفر الله العظيم يا رب، حاشا حاشاه. ال ال يعني ده الايه الاعتبار اللي هو اللي بيتقال حاجه معروفه جدا. الحدود اتالفت بقى، اعمل لك بقى من بدل دينه فاقتلوه ومش عارف ايه وكلام من ده، كل ده تاليف، كل ده تاليف الامويين والعباسيين، وخصوصا العباسيين بالنسبه للموضوع اللي هو اللي كان عندهم زندقه كتير جدا وكان عندهم ناس بتغير دينها وكلام من ده، بس بيتغير دينها عشان يحاربوهم، ف يعني بيروح مع الاعداء، وهم كانوا على طول دوله حرب، يعني دوله العباسيين دي، فيعني لما كان بيحصل كده كانوا عايزين يقتلوه، طب ما يقتلوه هم بقى اعداء، ماشي. فده حاجه. تاني حاجه معروف ان في واحد ارتد من اللي هو عبد الله بن ابي الصرح، ها، اللهم اعلم بنيته، بس انا اعتقد ان هو شيطان، ها، اموي. ده واحد ارتد وفي عهد الرسول، مش بس ارتد، قال على الرسول ان هو بيكذب، وقال على الرسول ان هو اللي على نفسه ان هو اللي بيألف القرآن والرسول بيوافق عليه لان الرسول بينسى هو قال ايه. خلاص وساب وبعد كده وساب المدينة وراح وقال للرسول اديني عهدي، اديني بيعتي، يعني انا مش هو ده اللي قال له اديني بيعتي. ساب المدينة وراح مكة وقعد يقول للكفار الكلام ده، وشوف قد ايه كلامه ده خلى ناس كتير جدا ما تدخلش الاسلام وتموت على دين الكفر بتاعه. يعني راجل يعني استاذ، يعني
وبعدين بعد كده لما جه بعد كده فتح مكة ورجع بعد كده عايز يرجع زي كلب الإسلام تاني، راح قال كلم قريبه اللي هو عثمان بن عفان، وعثمان بن عفان كلم الرسول، والرسول قال له أهلا وسهلا في الإسلام. وبعدين بعد كده عثمان بن عفان خله وخلاه والي على مصر. يمكن احنا اللي فينا في مصر ده من القرف اللي حكمنا. انا بتكلم اللي هو ايه، اللي هو الراجل ده يعني اكتر واحد مستحق القتل يعني هو، والرسول ما قتلوش. ولو الرسول ولو ده حد من حدود الله، الرسول لا يمكن هيسامح فيه، مش هيسامح في حد من حدود الله خلاص. فمفيش حاجه اسمها تاب ومش تاب والكلام ده. الراجل عمل ارتد يعني ارتد خلاص، وقال لك ان كل واحد راح ارتد وقال الكلام اللي هو عايزه ورجع. ده مش ده بالنسبه لحد الخمر، ده مش موجود في القران، طلعوا لي من القران وطلعوا لي من الحديث، مش موجود لا في القران ولا في الحديث. يعني مش عارف جبتوه منين، دي عاده او اللي هو عهد اللي هو حد عامله عمر بن الخطاب. خلاص جميل، اهلا وسهلا، ما يمشيش علينا دلوقتي، عايزين نمشيه علينا دلوقتي ان احنا نسجن اللي بيشرب وشرب. انا معاكم اسجن اللي بيشرب، بس ده تقول عليها ان ده قانون وضعي، من حقك كدوله تعمل قانون وضعي زياده بقى عن حدود ربنا، ان هي وتقول ان ده قانون احنا عاملينه عشان احنا عندنا مشكله في شرب الخمره مثلا. خلاص كلنا معاك، لكن ما تقولش ان ده ابدا حد من حدود ربنا. خلاص الراجل بقى طبعا في وسط الحدود ما بيلاقيش اساسا الكلام اللي هو كل الناس بتقوله دلوقتي، اللي هو فين الحد بتاع الرجم في الاسلام للزانيه والزاني. استغفر الله العظيم، يعني مش عارف الناس دي بتقول ايه. ربنا بيقول على سورة النور أول آية بيقول لك سورة أنزلناها وفرضناها، يعني دي سورة فيها الفروض عليكم كلها لازم تعملوها، وتيجي أنت بعد كده الآية اللي بعديها على طول بعد سورة أنزلناها وفرضناها دي على طول الآية اللي بعديها الزاني والزانية فاجلدوهما 100 جلدة، يعني أكتر من كده إيه؟ والسورة نازلة في حادثة الإفك، يقال انها نازله في حادثه بعد حادثه الافك، يعني واحده متزوجه، ومش متزوجه اي حد، متزوجه الرسول صلى الله عليه وسلم. ازاي الواحده زي دي مش هيحصل لها بيتقال عليها ان هي جلد؟ لو انتوا بتقولوا ان المتزوجات او المتزوجين بيترجموا، طبعا كلام هكس. وفي نفس السوره بعد كده بيقول لك ان لو ناس لو واحده من زوجات الرسول قامت بعمل زنا ده عليها ضعف العذاب، يعني ده في القتل اللي هو ايه؟ طبعا ده في ده في الجلد اللي هو بدل 100 جلده 200 جلده. وقالوا قايل في سوره النساء ان هي الست اللي هي الجاريه اللي بتبقى محصنه تتجوز سيدها بعد كده تبقى يعني بعد ما ترجع تبقى لو بعد كده عملت زنا عليها نصف العذاب. خلاص؟ نصف العذاب. يعني معنى كده ايه؟ معنى كده ان يعني نص القتل اللي هو ايه، مفيش نص قتل، نص الجلد. خلاص و 100 حاجه بقى، يعني 100 حاجه بتدل على كده. وطبعا هما بشويه احاديث بيقول لك لا الحد هو القتل في حد في مش عارف ايه. الراجل بيقول لك الزانيه يعني تتزوج الزاني والزانيه تتزوج الزانيه، يعني معنى كده ايه؟ الزانيه دي هتبقى هي لازم بقى لازم تبقى واحده زانيه وهي طفله، لان دول كانوا بيتجوزوا وهم صغيرين جدا. لازم واحده تبقى زانيه وهي طفله عشان نقول عليها الزانيه تتزوج الزاني، لان الزانيه بتتقتل عندكم. يبقى فين الزانيه اللي هتتزوج الزاني امتى بعد كده بقى؟ يعني الكلام ده ما يتذكرش بقى في القران خالص، لان يعني فيري يعني 1% بقى من تشانس ان واحده تكون زانيه صغيره جدا في السن وما اتجوزتش وبقت زانيه، يعني مش معقول تتزوج الزاني وكلام. يعني في مليون حاجه تدل ان حد مفيش حاجه اسمها حد الرجم خالص، ده حد كان موجود عند اليهود ومش موجود في الاسلام. خلاص رجعوه لنا يا سيدي، هم رجعوا لنا اليهود، هم بيتحكموا فينا زي ما هم عايزين. ماشي. فنبطل هبل يعني. فالراجل بقى اللي يضحك يقول لك ايه؟ يقول لك الحد وبقى ايه ويألف، ما اعرفش جاب الكلام ده منين، يألف بقى يقول لك ايه حد القصاص ممكن قوي ان يعني ده حد في ايد الفاميلي يعني العائله، لكن حق ربنا فيه ممكن يتسامح فيه. يعني واحد يقتل حد ما نقتلهوش لو العائله قالت سامحته. انت يا ابن اهبل، الكلام ده مذكور في القران ان يعفو مين؟ يعفو في حاله القتل الخطا،
مش القتل العمد. القتل العمد انت ليك حق، مش وربنا له حق ان هو لازم يتقدم الحد ده ماشي. ويالف بقى ويقول لك اما حد الزنا، حد الزنا بيقول لك ممكن الراجل يسامح مراته لو زنت. يا سلام، انا شايف اني راجل ممكن هو مثلا ها يسامح مراته او زنت ويخليها ما تجيش حد. فعشان كده الشرع عمل ان حد الزنا لا يمكن المسامحه فيه. يعني يا نهار اسود، يعني سامح في ابني اتقتل قدر الله يا نهار اسود ها، فما ينفعش تسامح فيه حتى لو الراجل قال خلاص يا سيدي انا عارف هي زنت فور، يعني انا مسامحها مثلا، يعني خليها تغور هطلقها مثلا بس انا مسامحها او وات ايفر اللي هو عايز يعمله، ومش ما تسامحهاش سيادتك. يا سلام، ايه بقى التفرقه في دي ما بين دي ودي؟ طبعا ما فيش سماح طبعا في حد الزنا، والسماح والزنا قد الزنا زي ما احنا قلنا ان هو الجلد بس، مش ده بعد كلمه الجلد في حال في بيقول لك في جلدهم ما الجلد ولا تاخذكم بهما رافه. يعني معنى كده ان ربنا بيقول ان حتى الحد بتاع الجلد ده حد شديد، وهيخلي ناس كتير قوي تحس بالعطف على الناس اللي بتتجلد دي مثلا، او قلبها يحن يعني، فما تعملوش كده. يعني يقول ايه اكتر من كده؟ بتقول لي بعد كده حد الراجل يا ابني عبط انت ولا ايه مش عارف. المهم الحدود، فجاي بعد كده عمال يالف بقى ده يتسامح فيه وده ما يتسامحش فيه، فبيقول لك وعمال بقى يحاول يالف بقى في حد الزنا. يقول لك ايه؟ زي سيدنا ماعز، سيدنا ماعز، سيدنا ماعز، يا نهار اسود. يعني انا ما عنديش كره لماعز اللي هو بيقولوا ان هو زنا ده في عهد الرسول، دي قصه ما اعرفش حقيقيه ولا لا، بس يعني سيدنا ماعز، يعني انت يعني عايز تقول لنا ايه؟ يعني مش عارف، خلاص قول ماعز يا سيدي. كل الناس بتقول ماعز، انا اول مره اسمع كلمه سيدنا ماعز دي. سيدنا ماعز كل ده عشان كان موجود، كان عايش في ايام الرسول وعمل اكبر خطيئه، كل الناس كانت قاعده في حالها، وكل الصحابه ما كانتش ده بيزني ولا بيهبب، وكان مجتمع تقريبا مثالي، وده الوحيد اللي زنى وتقول عليه سيدنا؟ طب خلاص يا سيدي، ما احنا عارفين ان هو تاب، بس يعني سيدنا برضه، سيدنا يعني لازم تغيظ البني ادم؟ يعني لازم الصحابه دول عندكم يعني رضي الله عنهم، بس يعني مش معقول يعني سيدنا ماعز خلاص. طبعا انت كل الناس الصحابه لازم كلهم سيدنا. طب ماشي سيدنا معاذ، طب سيدنا معاذ قال للرسول، بص الحكايه حتى اللي هي كلها كذب في كذب، يعني عشان تعرفوا انتوا لما تطلعوا من المشكله هتدخلوا في مشكله تانية. ها يقول لك سيدنا معاذ قال للرسول انا زنيت، فالرسول قال له انت اتجننت؟ انت فيك جنه يعني مجنون؟ قال له لا انا زنيت فعلا. قال له انت عارف يعني ايه الزنا؟ قال له عارف. قال له يمكن كنت قبلت مش عارف ايه؟ قال له لا انا زنيت خلاص. فالرسول بيقول ايه؟ أبيك سكر؟ سكران؟ يعني هو قدامك أهو، قدامك أهو، يعني الرسول بيقول أبيك سكر، يعني قصده لما أبيك سكر هيتضرب، يعني حد برضه عندكم، لكن هو ما كانش حد عند الرسول واضح أهو، أبيك سكر كان هيمشيه لو سكران. فواحد قال شم بقه، قال له لا يا رسول ده مش سكران. فقال له ماعز قال له لازم تحد تقوم عليا الحد. فالرسول قال له لا أو مش لا وبتاع، وفي الآخر ماشي هنقوم عليك الحد. جايين ماسكين الطوب بيضربوه، راح هو هرب ماعز اللي هو سيدنا ماعز، ها اللي هو اللي جاي عند القوه الرهيبه انه يقول. فطبعا من الضرب وكده خاف وهرب، راح جم عليه جاروا عليه الناس وقعدوا يضربوه لغايه ما موتوه، شغل همجيه رهيبه يعني. فضربوه لغايه ما موتوه، راح الرسول قال لهم ايه؟ ما كانش ينفع تسيبوه، يمكن رب يمكن يتوب وربنا يتوب عليه. يا نهار اسود، ده الرسول بيدمر كده الثيولوجي بتاع الدين اللي هو علم الدين كله اللي احنا فاهمينه اللي هو فاهمه لنا، ها بيدمره. يعني هو المفروض ان ربنا بيختص، او ربنا امرنا ان احنا نختص من الناس دي ها عشان يقلل عذابهم في النار. يعني انت بتختص منهم في الدنيا عشان يمكن ربنا يعفو عنهم في الاخره، لو عشان كده احنا بنقول سيدنا ماعز، ها بنقول سيدنا ماعز عشان انت شايف ان هو تاب توبه لم يتوب احد يعني من قبله، وخلاص بقى كلين خلاص، يعني صحيح هو عمل الزنا، فانت تقول ان هو تاب توبه فظيعه، فبقى دلوقتي خلاص ابيض تماما وهيدخل الجنه. فانت لازم تقيم عليه الحد دلوقتي عشان يتعذب في الدنيا ما يتعذبش في الاخره. يعني ذاتس ذا هول ذات كونسبت خالص، ده اللي هو فكره الحدود من الاساس، يعني
ان انت بتعذبهم في الدنيا وبتاخد منهم حقك في الدنيا، عشان بعد كده في الاخره يمكن ربنا يبقى ايه عنده رحمه عليهم يدخلهم الجنه وينقذهم من النار. انت جاي الرسول بعد كده بيقول بعد ما موتوه وجروا وراه عشان يموتوه، جاي الرسول بيلومهم بيقول لهم انتوا كنتوا سبتوه كان ممكن تاب وربنا غفر له. طب ما هو تاب، طب ما هو تاب، طب ما هو تاب، خلاص يبقى انتوا بتضحكوا علينا وبتألفوا. وبعدين هل الرسول هيسيب الموضوع إقامة حد بالهلية دي؟ يعني اضربوه وبعدين بقى يجري فيجروا وراه، ممكن الرسول يقول لهم ما تجروش ستوب. يعني انت عايز تفهمني ان واحد مات بالطريقة دي يعني، يعني كان ممكن ما يموتش يعني، والرسول مثلا يعني عمل غلطة ولا كان تو كان صوته مش عالي مثلا ولا كان بطيء شوية، يعني ربنا ما ساعدهوش يعني ان هو يوقف الناس دي عند حدها. ربنا كان ممكن يوقف الناس عند حدهم، كان ممكن يخلوهم مش قادرين يجروا مش قادرين يحصلوه، فاهم انت قصدي؟ يقعوا. لو عايز حاجة تحصل كان خيرها تحصل. يبقى ازاي انت بتقول كده يعني، بتقول ان رسوله بيقول حاجة عكس اللي ربنا اراد انها تحصل؟ انا مش عارف ولا ايه اللي حصل بالظبط، سنافو يعني، مشكله يعني، حصل غلطه يعني والراجل مات يعني، ايه التخلف ده التاليف الواضح ده؟ وبعدين بقى اللي يدولك بقى انت طبعا ايه، انا عارف ان انتوا كلكم بريتوا دلوقتي وابتديتوا بقى الصحابه والصحابه بيتكلموا، بس ما بيقولش سيدنا ماعز. اوكي طب ما هو نفس الراجل اللي بيتكلم في قناه مكملين دلوقتي ها بيقول على الغامديه اللي تقريبا يعني بيقال ان هي عملت العمل ده مع ماعز اللي جاب برضه اعترفت انها ان هي زنت، بيقولوا عليها الغامدية، الامرأة الغامدية، ما بيقولش عليها ستنا الغامدية ولا سيدتنا الغامدية. مش دول صحابة برضه؟ مش الستات دول صحابة برضه؟ ولا انت ما بتقولش سيد ستنا على واحدة نجسة ها من وجهة نظرك انت زانية؟ نفس اللي عمله اليهود، نفس اللي عمله اليهود، بتدوا فرصة بتسامحوا الرجالة وما تسامحوش الستات على نفس الحاجة، من جواكوا كده، من جواكوا، القرف موجود جواكوا ما أنا عارف. خلاص؟ فيعني كفاية كفاية كفاية، مفيش حاجة اسمها الهبل ده، الحديث الأحاديث واضحة إنها مكذوبة لدرجة إن واحد في من ضمن روايات الحديث بتاع الست دي الغامدية اللي بعد ما رجموها ومش عارف إيه وبتاع، والناس كانوا بيضربوها بيرجموها ويشتموها وبيرجموها، راح الرسول قال عشان تعرفوا الكلام بتاعي كان صح في ماعز، قال لهم إيه؟ قال لهم انتوا ازاي تشتموها؟ دي 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 يعني تابت توبه لو فرقت على مش عارف الكون كله، وكل الكلام اللي هو الايه التهريج بتاع الاحاديث ده اللي هو ايه الهايبربلي اللي بيقولوا عليه اللي هو زياده في الكلام كده اللي هو طق حنك يعني، لو فرقت التوبه بتاعتها على العالم كله ولا على كلكم مش عارف ايه. طب ماشي ماشي، يبقى انت ازاي بقى بتقول على عم عز يمكن كان تاب؟ ما ينفعش، يبقى واحد من الاحاديث دي غلط. وبعدين تكمل بقى حديث الغامديه يقول لك واحد ايه سال الثاني قال له هو الرسول رجم قبل ولا بعد ايه سوره النور؟ شوف الذكاء بتاع السائل، قبل ولا بعد سوره النور؟ يعني لو الرسول رجم قبل سوره النور ونزلت سوره النور معناها ايه؟ معناها خلاص الحد ده يعني اتغير بقى نسخ بقى جلد خلاص، فلان ما كانش في حد قبليه هو ده واخد الحدود بتاعت اليهود يعني، ده ناس بتقول كده، في ناس بتقول كده. الراوي بيقول له ايه؟ مش فاكر والله، مش فاكر هو ان هو رجم قبل ولا بعد سوره النور. يعني حدث رهيب زي سوره النور وحادثه الافك يعني ابسط حاجه سهله يعني، وليها علاقه بغزوة بني المصطلق، يعني كل حاجة موجودة قدامك تقدر تعرف بالظبط الحادثة دي حصلت قبل ولا بعد سورة النور، لكن هو مش فاكر. لكن طبعا يعني مش فاكر، بس فاكر ايه؟ فاكر بقى يعني، لكن زمايله يعني فاكرين بقى مين قال لمين قال لمين قال لمين، ست أجيال عمالين يقولوا لبعض فاكرين بالظبط مين قال لمين الحديث، لكن مش فاكرين الحادثة أساسا حصلت قبل ولا بعد سورة النور. يا حلاوة، والله زهقتونا، والله والله زهقتونا. الحدود زي ما قلناها، احنا مؤمنين بالحدود بتاعت القرآن، ربنا قال لنا الحدود، حد القصاص اللي هو حد القتل، حد السرقة، حد الزنا الجلد، حد الـ 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 اللي هو
مش اللي هو اللي حد يقول حاجة على يعني يتكلم على واحدة يقول عليها زينية ولا حاجة، حد قذف ده 80 جلدة، وحد الحراب اللي هو تقطعوا أيديهم ورجلهم من خلاف ومش عارف إيه وكلام ده. بس مفيش حدود تانية، هو دي الحدود بتاعت القرآن. والسلام عليكم.